قناة فادي التعليمية للكهرباء ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقاتها المتميزة التمديدات الكهربائية المنزلية، وحلقة عن الستارتر بادئ التشغيل للمبة الفلوريسانت لامب. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتعرف اليوم على مواصفات الستارتر البادئ اللي بشغل لمبة الفلوريسانت لامب في بداية التشغيل. عندنا من المواصفات اللي راح نذكرها الآن الأرقام الموجودة على هاي الستارترات. نبدأ بالستارتر الأول الموجود على الشمال اللي مكتوب عليه فيليبس S2 وعندنا 22 واط. هذا S2 بنستخدمه للمصابيح القصيرة اللي طولها تقريبا نص متر وقدرتها تتراوح الى من 18 الى 22 واط. اذا عندنا الS4 هذا هاي النوعيه بنستخدمها في المصابيح الفلوريسنت لامب القدرتها 40 واط واللي طولها تقريبا متر متر وعشرين. اذا في عندنا النوع الثالث اللي بنستخدمها للنيونات الكبيره اللي طولها متر ونص فما فوق، وبكون قدرتها 75 واط او قدرتها الى تصل الى 80. عندنا S10 هذا S10 اللي بنستخدمه للنيونات الكبيره. اذا لازم نستخدم الستارتر المناسب في المكان المناسب. خلينا نجرب نشغل دائره وحده اناره ونجرب نبدل نستخدم S4 بدل S2 في دائرة نيون 18 واط ونشوف شو التأثير. عندنا هاي وحدة إنارة مكونة من 4 لمبات فلوريسنت لامب 18 واط كل وحدة. الآن بدنا نجرب، في عندنا مشغلينهم احنا بستارترات، كل مصباح مشغل بستارتر قيمته S2. هاي المجموعة الثانية برضو في ستارترين قيمتهم S2، وكل مصباحين من المصابيح هاي مشغلين اثنين على مع بعض على محول واحد ملف خانق واحد. هذول المصباحين 18 واط 18 واط موصولين بستارترين وفي عندنا محول واحد. هذا المحول مرسوم عليه الدياجرام هون. خلينا نتعرف على المخطط او الدياجرام تبعه. في عندنا الخط الحار بيجي على الملف الخانق، وبعد الملف الخانق الكويل بيجي على الفتيلة الأولى في الزجاجة أو اللمبة الأولى، بطلع منها موصول بين من الفتيلة للفتيلة الثانية بس عن طريق الستارتر الأول، وبعدين بطلع من الفتيلة الثانية على الفتيلة في الزجاجة الثانية أو في المصباح الثاني، وبعدين من الفتيلة الأولى للفتيلة الثانية بس عن طريق الستارتر، وبعدين بيرجع على الخط البارد وبينتهي مرته بوصله مكثف على التوازي عشان تحسين معامل القدرة. زي ما احنا شايفين هنا مبين الوات 18 واط، يعني الزجاج هاي 18 واط. كمان هذا المحول الثاني في بتنكتب احيانا بعض المعلومات عليه، مثلا هذا المحول 40 واط او 2 ضرب 18 واط او 2 ضرب 20، يعني 2 ضرب 20 واط يعني لمبتين 18 واط 220 فولت، وبسحب امبير 39% من الامبير و50 او 60 هرتز، ومعامل القدره بيكون 49% يعني تقريبا النص. وزحنا زي ما احنا شايفين هون مستخدمين S2، رحين نشيل هذا S2 ونستبدله بS4. الآن هاي شلنا S2، خلينا نجرب S4. هذا S4 لاحظ كيف بدأ يشتغل، لكن ما قدر يشغل الدائرة وما قدر يوصل لمبات الإنارة للتوهج. إذا بنشيله خلينا نجرب الآن S10. هذا S10 لاحظ كيف بدأ
يشتغل لكن المصابيح ما اشتغلوا. خلينا نرجع الاس2 ونشوف كيف بيستجيب فورا. هذا الاس2 خلينا نجربه ونشوف كيف بيستجيب فورا مجرد ما نحطه في الكهرباء. كيف؟ اذا اشتغلوا اللمبتين لانه هذا هو الستارتر المناسب لمثل هاي اللمبات. في كثير من الاحيان الناس بيستخدموا اس4 وما بيشغل اللمبات، بيفكروا انه هذا ستارتر خربان وبيكبوه او بتلفوه، او الاس 10. طبعا لازم ننتبه انه هذا مش مخصص للمبات القصيره.